داهية. اتفضل. انت جيت يا انس. اعمل معروف يا حضرة، خلصني من دول ابوس ايدك. اخلصك؟ ده انا هخزع عليك. ليه؟ ده انا هنتقم منك انتقاما شنيعا مريعا فظيعا. ليه بس؟ هو انا عملت لك حاجة؟ ايه يعني؟ يعني فتشت السر امبارح لمراتي ليه يا وش الاذى؟ انا تعمل فيا الفصل ده؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف مراتك، هي تلاقيها جدك. ايوه اعملها اعملها، وعلى مين؟ على الشاويش عطيه؟ احلف لك بايه؟ ان انا عمري ما شفت الخلقه الحلوه المسمسمه دي. وكمان بتمهزق بيا؟ نهارك حبر، نهارك كوبيا. لا ده شيء يفور الدم، ما تخلصونا في لوحه المهببه دي. انت بزعق عسكري؟ ايوه بزعق، وحزعق من هنا لاخر الشهر كمان. ايش؟ ما اسكتش. هوش. ما هوش. انت فكرك هتهمني بطولك وعرضك؟ يا اخي ده اهدى، ده انا اتضربت الاجعص منك ولا همني. انا لازم اتسبب لك في مجلس عسكري، اسمعني على المكتب. المكتب من هنا؟ من هنا؟ ايوه. عساكر قلة الادب، عساكر اخر زمن. شاويش عطية. امسكوه. اسمت السودة. الله، هو الشويش عطيها لغى الاجازه بتاعتك ولا ايه؟ انا متاسف خالص يا لمعي. لمعي؟ انا عارف ازيك يا خليفه. خليفه؟ امال انت مين؟ عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز، جرالك ايه يا حسين؟ انت مش عارف زميلك عبد المنعم؟ اهلا عبد المنعم. مسكين، انت لازم زعلان علشان ما سافرتش تتجوز. تمام تمام. ما تزعلش، الشويش عطيه راجل طيب وابن حلال، وانت تقدر تخليه يسامحك لو عرفت تفرفشه بنكتة حلوة، أصله راجل فرايحي ويحب القفش. ما هو عشان كده قفشني. اسمع كلام، أنت راجل صاحبي وحبيبي، أول ما تشوف الشاويش عطية تروح راقعه نكتة موزونة، هيضحك ويعمل لك اللي أنت عايزه. بسيطة، ده أنا قاموس في النكت والكلام الفارغ. خلاص فرجت. الله يطمن قلبك، الله يعمل بيتك، أنا مش هنسلك المعروف ده بتيتا. يا سيد العفو، يلا بقى روح المكتب قبل ما يعمل لك كورنيك الذنب. حاضر. يلا قول. هو مكتبه فين؟ جرالك ايه يا حسين؟ ما انتش عارف مكتب الشويش عطيه فين؟ لا عارفه عارفه، بس دخت من اللي حصل لي. تعالى وانا اوريهولك. تعالى. تمام. ايه؟ حضرتك طالب منك 2224 تكون جاهز النهارده. طب ما تجهزه له. بس انت عارف حضرتك ان انا عطلان، وحضرتك ده مش حسين هو اللي هيتصلح. فاهم يا حسين معاك؟
اتفضل فين؟ صلح الطيارة. صلح ايه الطيارة؟ أنا أصلح طيارة؟ إزاي؟ أنت بتحصل أوامر يا عسكري؟ لا ما بحصلش ولا حاجة، عاوزين أصلحها أصلحها. هي فين الطيارة يا ابني؟ قدامي اتفضل ولا نايم. أنا أصلح الطيارة. أنا عايز الطيارة دي تكون جاهزة بعد ساعتين، فاهم؟ بتزايد الطيارة؟ هي فين الطيارة؟ انت خليت فيها حد الطيارة كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها، مش هيلاقي فيها الا الديل. الديل انا هروح اندهله، ان ما هب بعيشتك، ان ما خصم تمنها من مهيتك ما بقاش انا. بصها ما لبستش لافارول ليه؟ اصلها شغلانه بسيطه يا فندم وخلصتها خلاص. التربينه سليمه؟ سليمه يا فندم. مفيش ترشيح في دوره الجاز؟ مفيش يا فندم. ودوره الهيدروليك ضغطها مظبوط؟ مظبوط يا فندم. لا عليك نور يا حسين، انا قلت من الاول مفيش حد يقدر يصلحها غير حسين الغندور، مش كده يا شاويش عطيه؟ كده يا فندم. طب روح بلغ كوماندان السرب ان الطياره جاهزه. حاضر. يا حضرة البتشاويش سامحني، أنا كنت عاوز أبسطك. ما أنا كمان هبسطك خالص خالص، أنا مناخيري بأربع محركات. يا فندم والنبي أنا ما كانش قصدي. اخرس يا نور يا بليشتو. اعمل معروف، قومني بالأجازة بقى ما تفضحنيش. مش عاوز أجازة؟ أيوة فندم. طيب أنا مستعد أديلك أجازة بس على شرط. أشرط زي ما أنت عاوزة. إنك تيجي معايا البيت وتعمل قدام مراتي إنك أنت مجنون. مجنون؟ أيوة مجنون. خلاص يا فندم وستين مظبوط. وكل ما اقول لك على حاجه قول لي مظبوط. وستين مظبوط يا فندم. استبينا؟ استبينا. تعال اتفضل يا فندم. انت يا جدع مش مجنون وعندك والعياذ بالله شويه ملاخوليا؟ مظبوط. وامبارح لما جيت تزورني هنا
مش جات لك النور وانا نايمتك على السرير وطلعت عشان اجيب لك حكيم؟ مظبوط. هو مش قال لك ان رايح لمراته الثانيه؟ مظبوط. اعترف بالحقيقه، انا هقطم رقبتك النهارده. يا ولية ده بيهلوس. مظبوط ازاي يا ابن اللذينه؟ ازاي تقول مظبوط؟ يا فندم مش انت اللي قايل لي اقول كده؟ قايل له يا سعه عيطه هلا هلا على الملاعيب. الله يطبقها على دماغك يا وليه. ده مجنون جات له في الجنان. شوف يعني ايه مجرناه ازاي اهو. دلوقتي هو حيروح لوحده. اه يا حسين اقعد استراح يا حبيبي. اه انا مش قايل لك ارتحت دلوقتي يا حسين؟ ما تخافوش، انا اول ما هشرب كوبايه الدواء دي حروق على طول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مجنون في حبك. اذا كنت بتحبيني روح كلم بابا. اكلمه على ايه؟ كلمه عليا، مش يمكن حد يتقدم لي ويخطبني منه. مستني ايه؟ مستني بس لما الظروف تتحسن احسن. انا ظروفي مش ولا بد. ثم كمان يا حبيبتي افرضي ابوكي طلب ان انا اشبكك بايه؟ بطياره ميج. اخيرا لقيتك. إيه؟ اتفضل امضي بقى عشان تقبض. اقبض ايه؟ 25 جنيه اجره الخمس ايام اللي اشتغلتهم في الفيلم. ده مش اسماعيل، ده اخو حسين اللي بيشتغل في سلاح الطيران. غريبة، الواحد مش ممكن أبدا يفرقهم عن بعض. أيوة، أصل احنا أخوات من زمان، بقالنا كتير أوي أخوات، علشان كده تلاقينا شبه بعض باستمرار. كده طبعا إذنك بقى. اتفضل. قولي. نعم. اديني 25 جنيه من فضلك علشان أديهم لإسماعيل. مش ممكن، لازم هو اللي يمضي على الوصف. أنت فاكرني حرامي؟ اعمل معروف اديني 25 جنيه أحسن، ده حالته كرب أوي. ما أقدرش يا أستاذ، لازم هو اللي يستلمه. يا سيدي ما تاخدش بالك، ما هو أنا وأنا هو. ما أقدرش، بقول له يجي المكتب يقبض. أنقذني.